تو من المسرح اليوم، شايب الديمن وشايب الهاص وشايب السبيت وشايب الشريا كلهم كملهم وجمعهم في أيقونة مسرحية جميلة جدا استمتعنا فيها. شوفوا كيف دوامة الاستن تخلي الشايب يرجع شباب، فهذه من الأشياء اللي احنا نستفيد منها ومن الأشياء اللي احنا نحرص عليها ان الواحد يتجدد نشاطه هنا. فرحبوا معي في الضيف اللي موجود معي في الاستن، محمد مسفر القحطاني. خلوني اختلف في الترحيبه مره هذه، لانه عنصر جديد جدا، ضيف جديد جدا، اول ما خش ارتبك قال من فين الطريق، تحس انه مستجد. والله العظيم حسيت انا مستجد، يعني اسئله المستجدين. سالني 10 اسئله من قبل ما نبدا، متوتر مرتبك يتراجف اتراعد، ولكن قلت له هد الامور طيبه، انت اليوم زدتنا مو احنا اللي زدناك. رحبوا معي بالمتسابق الجديد، الضيف الأنيق فيصل حازم. هذا اللي جزء اللي يروح مطعم، هذا الجزء اللي ايش؟ يروح مطعمك، اللي يروح مطعمي. حلو، سوى لي اعلان الكسر والان سوى لي اعلان العلهب، يعطيك العافيه. طبعا. شكرا لك فيصل. لو اني خليت على العطر كان ما جيت. البراند الجديد ان شاء الله احتاجك كثير. الاسم الاخير معي صراحة يعني برضو من الناس اللي متعونا في المسرح قبل شوي، وأنا صراحة يعني أشدت فيه، هو أخويا أعتقد أنكم عرفتوه، يعني عيضة بن حسن كروشي. رحبوا معي بالمتسابق سالم الغامدي، حياك الله يا سالم. الله يبقيك يا طول العمر. أباضي يقول عجبتني الفكرة، أباضي قد شفت شيء مني ما هو كويس أتحداك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مجدداً لضيق الوقت على غير العادة حبينا نحن نستعجل في حسم القرار، وحبينا نحن نستعجل في إعلان المتسابقين اللي بيكونون في الاستن، المرتجلين في المسرح والمرتجلين في التقديم، وإن شاء الله كلنا نقدم لكم الشيء الجميل اللي يرضيكم. شباب، سياق الفقرة نفس ما هو، النظام نفس ما هو، أسئلة، أسرع متسابق يضرب على البز هو المتسابق اللي بيحصل على السؤال وقيمته. رتم سريع، نحاول نلحق عشان نصلي الفجر جماعة يا عيال. أوكي، كله تمام، أسئلة متنوعة، أشياء جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عشان أخش معكم في الرتم السريع وأركض معكم. السؤال الأول بقيمة 1500 نقطة، يقول السؤال: من هو الأديب السعودي الذي كتب سيرته الذاتية في كتاب بعنوان حياة في الإدارة؟ لهذه الدرجة السؤال سهل يا عيال، أعطيكم ألف عافية. 3-2-1-0. السؤال الثاني ب1500 نقطة، ما اسم الناقة التي كانت السبب الرئيسي في وقوع حرب البسوس؟ ثلاثة اثنين واحد. السؤال اللي بعده يقول ب2000 نقطة، ما هو عدد الولايات التي تضمها الولايات المتحدة الأمريكية؟ 3-2-1-0. جميل جدا. السؤال اللي بعده ب2000 نقطة، ما هو النادي السعودي الذي يلقب بالليث الأبيض؟ جميل جدا. أنا استمتعت، نظام خالف تعرف أحبه جدا، استمتعت بشكل كبير. السؤال اللي بعده وهو السؤال الأخير بقيمة 20,000 نقطة، من هو رئيس مجلس إدارة برنامج كاريزما؟ 3-2-1. انتهت الفقرة، وعدتكم أنها تكون فقرة سريعة جميلة جدا، يعطيكم ألف عافية. خلونا بس دقائق نروح ونرجع ونعرف لكم منهم الليست 6. أعطونا فاصل.